ماشي عادي في اسكندرية ولقيت محل عليه زحمة ومكتوب عليه قنبلة، وانتوا عارفين ان اي قنبلة لازم اخش اجربه، فعشان كده النهاردة هنجرب محل زين الحلويات والكنافة. طبعا عنده حاجات جميلة قوي وحاجات شكلها تحفة، بس انا ما جربتهاش بصراحة، لان انتوا عارفين لما اروح مكان زي ده يبقى لازم اجيب القنبلة، لان انا من عشاق القنبلة. القنبلة عنده طعمها جميل قوي، وخصوصا القشطة عنده، ما لقيتش قشطة في اسكندرية زي اللي بيعملها. قنبلة مفيش أجمل من كده، سعرها رخيص خالص. دي قنبلة قشطة اسكندرية عاملة 50 جنيه، سعرها تحفة، كل حاجة فيها حلوة، فعلا تستاهل انك تجربها.